غادي نطلقوا ونفتتحوا ونقولوا بسم الله وصباح النور لكل من هم مجتمعين على مائدة الفطور. كنقول لكم الصحة والراحة. مرافقكم صوت سمية في حلقات برنامجكم الأسري لالة فاطمة. ثاني لقاء كيجمعنا هذا الأسبوع حلقة يوم الثلاثاء. فتنشكر فريقي التقني الرائع، فريق الإعداد، زملائي، خوتي، أصدقائي اللي كنتلقى بهم في كل إطلالة صباحية، وبطبيعة الحال المستمعين الأعزاز اللي ما تنساكم شيء دائما. فنتمنىكم يا رب تكونوا كتار كتار. ما تنساوش كتبوا لينا، راسلونا أي حاجة بغيتوا على الراس والعين. موضوع كيهمكم أو شي مشكل ربما صحي مأرقكم بغيتوا تعرفوا تفاصيل كتر عليه، كتبوا لنا على رقمنا ديال الواتساب اللي هو 06 2000 4004. فاحنا غادي الحمد لله دائما مع النصيحة والمعلومة، ودائما النصيحة الغذائية في بداية المشوار كتكون شي حاجة اللي هي أساسية باش كنغيروا السلوك ديالنا الغذائي يكون صحي وسليم بعد ما خرجنا من الأجواء ديال عيد الأضحى السعيد. ضروري ما خصنا نتابعوا شوية لتغذيتنا. واليوم دكتور لطفي صغاري مخبرينا واحد الحويجة اللي موجودة الحمد لله ومتوفرة وتناكلوها، ولكن أسرار هاد الخضرة هذه غادي نحاول نكتشفوها مجموعين رفقة دكتور لطفي صغاري اختصاصي في التغذية وعلوم الرياضة. دكتور صباح الخير. صباح النور اختي سمية، شخبارك دكتور؟ في أمان الله. لاباس الحمد لله، كلشي بخير. كيداير نتوما؟ كيدير الجو عندكم شوية ضبابي ولا كاين شميشة؟ كاين شوية ديال الضبابة، ولكن في الميتيو عاطينا انها غتكون شميشة. البارح كان الصهد تبارك الله، كان الحال سخون، لاحظتي كان شويه ارتفاع ملموس ديال درجه الحراره. ان شاء الله الله يسهل على الجميع ويرفق بالجميع، خصوصا بعض المناطق اللي كتكون شويه صعيبه والناس الكبار فكيتاثروا بهاد الاجواء الحاره. هادشي علاش خصنا نركزوا على تغذيتنا ياك دكتور، ناخذوا شي حويجات اللي كتلطف الاجواء واللي كتعطينا الانتعاش، ونكثروا من تناول الخضر. فاليوم واحد الخضره اللي غادي نهضروا عليها اللي هي معروفه والحمد لله كنشريوها كنتقداوها، ولكن اسرار مهمه غادي نحاول نكتشفوها معك على الجزر او الخيزو. دكتور تفضل. صحيح اختي سمية، دونك الجزر ولا الخيزو الحمد لله واحد من خيرات هذه البلاد، دونك لمشيتي لاي سوق تقريبا كتلقاه موجود متوفر على طول العام. بيان سور كنتقداوه، ولكن السؤال اللي مطروح اختي سمية واش كنتناولوه بالكميه اللي خصنا نورمالمون نتناولوه بها، حيت فاش تعرف اليوم معنا غتعرفوا القيمه الغذائيه ديالها والفوائد الكثيره ديالها. انت براسك غتطرح على راسك سؤال وغتبقى تقول ان راني ما كنتناولوش بديك الكميه اللي خصني نتناولو، يعني نقدر نتناولو مره ولا جوج مرات في الاسبوع ولا ثلاثه المرات في الاسبوع، وحتى الطريقه باش كنتناولو بها كتكون كما كنقولوا تؤثر على محتواه من المواد الغذائيه او من العناصر الغذائيه اللي فيه. دونك اليوم جينا باش نهضروا عليه، نهضروا على فوائده، نهضروا على اسراره، نهضروا على استخداماته، ونهضروا كما كنقولوا باش نشجعوكم شي شويه اننا نطلعوا من الوتيره ديالو. ديما الاختيارات ما كتكونش اختيارات عبثيه انا واختي سميه، دونك هذا الجزر اختاريناه اليوم واختاريناه في هذه الحلقه هذه باسكو عنده علاقه كبيره مع هذا ارتفاع درجه الحراره، وعنده تاثير مباشر على الصحه ديالنا في ظل هذه التغيرات المناخيه، خصوصا هذا الدخول لفصل الصيف اللي كنتمنى انه يدخل عليكم بالصحه والسلامه وبهاد الاجواء الجميله. وخا درجه الحراره كتكون نسبيا مرتفعه، كاينين شي حويجات اللي خصنا نديروهم باش نحافظوا على صحتنا، وكما كنقولوا ندوزوا هذه الفتره هذه بصحه جيده. دونك فاش كنقولوا الجزر، انا متاكد ان الناس فايتين شافوا انواع كثيره ديال الجزر، دونك ما كاينش نوع واحد. حنا المغرب كنعرفوا واحد هو اللون ديالو كيكون برتقالي، ولكن كاينين عده الوان. دونك كاين اللون اللي كيكون بنفسجي راه غتلقاوه في مجموعه الاسواق، في بعض الاسواق خصوصا غتلقاو كاين اللي اللون ديالو كيكون اصفر، يعني ما كيكونش برتقالي، كيكون اللون ديالو اصفر. كاين اللي كيكون اللون ديالو احمر. دونك هادشي هاد الاختلاف في الالوان هو راجع لواحد المواد الكيميائيه اللي غنرجع عليها وغنقول لكم شنو الفرق بيناتهم بربع بهم، ونهضروا على هذاك اللي موجود عندنا في البلاد اللي هو اللون ديالو برتقالي واللي حتى هو غني بالعناصر الغذائيه. وكما كنديروا ديما اختي سميه، اول حاجه كنبداو بها هي القيمه الغذائيه. دونك نعرفوا شنو فيه واعتمادا على شنو فيه. الحمد لله دابا المستمعين ديالنا راه ولاو كيوصلوني رسائل، وبيني وبين اختي سميه الرسائل اللي ولاو كيوصلوني هما رسائل مختلفه على فاش يلاه بدينا البرنامج. في الاول كانوا كيوصلوني رسائل اللي كيكونوا فيهم اسئله عامه، مثلا كتقول لك واش هذا الغذاء نقدر ناكله الا كان كيضرني راسي مثلا. دابا حاليا ولاو كيقول لي مثلا شوف راني كليت هذه وانا راني عارف فيها البوتاسيوم والمغنيسيوم واش ما تاثرش عليا. دونك ولينا كندخلوا شي شويه في لي ديتاي، دونك ولينا كنعرفوا بعض القيم الغذائيه، ولينا كنعرفوا فاش كنقولوا الصوديوم، ولاو الناس كيعرفوا ان الصوديوم الا كثرت منه غيطلع ليا من الضغط الشرياني، والناس اللي فيهم مثلا طونسيون خصهم ينقصوا منه. دونك هذا كما كنقولوا ربح ربحناه مع هاد الناس هذو اللي كيتسمعوا لينا، وكنشكرهم بزاف. شكرا والله يجعلها في ميزان الحسنات دكتور، وهذا خليتيها افاده مشاركه مع المستمعين ديالنا، وكنشجعوهم يكتبوا لينا يبقاو يراسلونا دائما شنو الحوايج اللي بغاو نتكلموا عليها، اكيد بكل فرح وسرور. تفضل دكتور.
صحيح. الوغ رجوع على القيمه الغذائيه اختي سميه. دونك تقريبا القيمه الغذائيه باش كيمتاز هذا الجزر ولا خيزو بالدارجه ديالنا هي ان في الحاله الطريه ديالو يعني فاش كيكونش طايب دونك سعراته الحراريه جد منخفضه. وعلاش كنهضروا على السعرات الحراريه؟ وكاين مجموعه ديال الناس ما كيفهموش شنو هي هذه السعرات الحراريه. هذه السعرات الحراريه هي الوحده باش كنعبروا النسبه ديال الطاقه اللي كيعطيها لنا واحد الغذاء فاش كنتناولوه. مثلا كنقول لك غذاء عنده سعرات حراريه مرتفعه يعني فاش كنتناولوه كيعطينا طاقه كثيره. دونك وبالتالي هذاك السعرات الحراريه عند مجموعه الناس كتخلعهم خصوصا الناس اللي كيبغيو يحافظوا مثلا على وزن مثالي ايتترا. وبالتالي هذه السعرات الحراريه ما هي الا وحده ديال باش كنعبروا النسبه ديال الطاقه اللي كيتجه ليها واحد الغذاء معين. دونك فاش كتسمع سعرات حراريه منخفضه يعني راه ما كيعطيش طاقه كثيره. وهذا خاصيه موجوده في جميع الخضروات. جميع الخضروات تقريبا كيكون عندهم سعرات حراريه اللي غالبا كتكون كما كنقولوا منخفضه نسبيا. ولكن نفس الغذاء يقدر يكون سعراته الحراريه منخفضه. هو طازج يعني خضر يعني في حالته العاديه يعني خيزو خضر. ولكن الى طاب يقدروا سعراته الحراريه يرتفعوا. علاش؟ حيت داك السكريات اللي كيكونوا فيه اوتوماتيكمون كتغير لهم البنيه الكيميائيه ديالهم بفعل درجه الحراره وكيولي امتصاص ديالهم كيولي اسرع وكيوليو كيطلعوا لي السكر. وبالتالي هنا كتطلع لي النسبه ديال السعرات الحراريه ديالو. داكشي علاش خصنا نبقاو نشوفوا ديما واش ناكلوا الحاجه خضراء ولا نطيبوها وشكون هما الناس اللي غياكلوها خضراء وشكون هما الناس اللي غياكلوها طايبه. داكشي اللي غنشوفوه من بعد. فيه كذلك ماء. دونك اكبر يعني الكميه الكبيره اللي فيه اختي سميه هو عباره عن ماء. داكشي علاش كما شرتي لها هي ان في هذه المرحله اللي كنعيشوا دابا في هذا ارتفاع درجه الحراره وخصوصا الحمد لله احنا عندنا في المغرب ديالنا في المملكه ديالنا عندنا مدن تختلف يعني بحال عندنا مجموعه ديال الكليما مجموعه ديال المناخات اللي مختلفه. كاين المناخات اللي كتكون شويه قاصحه دونك في المدن الداخليه. دونك هاد الناس هادو خصهم كما كنقولوا يشربوا الماء ويتناولوه. دونك ياكلوا الماء ويشربوه. يشربوا الماء في الحاله الطبيعيه ديالو يشربوا مثلا سوائل على طول اليوم واوتوماتيكمون يتناولوا عناصر غذائيه اللي كتكون غنيه بالماء منها هاد الجزر ومنها خضر اخرى اللي كنا ديجا هضرنا عليها. دونك الجزر فيه كميه كبيره من الماء فيه الياف غذائيه بشكل كبير يعني تقريبا في كل واحد 100 غرام كنلقاو تقريبا واحد 5 غرام ديال الالياف. والالياف كتعريف ديالهم باش تعرفوا شنو هما راه الالياف حتى هما عباره عن سكريات. دونك الالياف الغذائيه هي عباره عن سكريات غير هي سكريات غير قابله للهضم يعني جسمنا ما كيقدرش يهضمهم. داكشي علاش كيلعبوا لي ادوار اخرى من غير الادوار الطاقيه يعني ما كينتجوش لي طاقه في الجسم ولكن كيمشيو كيعاونوك على مستوى الجهاز الهضمي. ودابا راه تبارك الله وليتو عارفينها وهضرنا عليها بزاف. وكاينين جوج انواع كاين الالياف قابله للذوبان والالياف الغير قابله للذوبان. بالنسبه للبروتينات والدهون كاينين ولكن نسب جد قليله. وفاش كنقول الدهون داكشي علاش غتفهموا طونك النسبه ديال الدهون في الجزر قليله غتفهموا علاش زيت ديال الجزر كيكون نسبيا الثمن ديالو نسبيا مرتفع. علاش؟ باسكو باش نجبدوا واحد القريعه صغيره ديال زيت الجزر اوتوماتيكمون خصنا كميه كبيره ديال الجزر. داكشي علاش غتلقاو واحد كما كنقولوا الثمن نسبيا مرتفع. ولكن في الاخر نقدر نعطيكم واحد الطريقه مهم تقدروا تصاوبوا بها زيت ديال الجزر بطريقه صحيح بطريقه كما كنقولوا تراديسيونيل يعني في الدار. ما غيكونش بنفس الطريقه ديال الجزر اللي كيتم التعصار ديالو في المحلات او في مجموعه ديال التعاونيات اللي كيكونوا كيصاوبوه بمانيا كما كنسميوه خالص يعني بيغ. ولكن حتى حنا تقدر تصاوب واحد الشويه اللي يقدر حتى يعاونك تتا اوكاوجك غالي. كميه واحده اخرى ديال الاملاح المعدنيه اختي سميه بشكل رهيب كاينه في هذا الجزر هذا اللي هي الكالسيوم. دونك فيه تقريبا واحد الكميه كبيره ديال الكالسيوم وعاد زيد عليها ديك العائله ديال الكالسيوم مانيزيوم بوتاسيوم والصوديوم حتى هي حاضره بقوه. كاين كذلك فوسفور كاين كذلك الزنك كاين حديد وكاين مانغانيز. دونك هادشي كامل عباره عن املاح معدنيه وعباره عن كما كنقولوا سكريات معقده وكذلك بعض البروتينات والدهنيات. عاد زيد عليها كاين واحد الحاجه اللي كيعرفوها الناس واللي كنا كنشوفوها وحنا فاش كنا صغارين كنا كنشوفوها في الرسوم المتحركه. هي كيبين لك ديما في الرسوم المتحركه كيدير لك واحد الحيوان هو اللي كيشوف مزيان اللي هو الارنب وديما كيربط لك الارنب باش بانه كيتناول الجزر. داكشي علاش كيشوف مزيان مفيد للبصر كيقولوا ياك صحيح مفيد للبصر صحيح. دونك هذا راجع لواحد الحاجه اختي سميه اللي هو فيتامين ا. دونك فيتامين ا راه تقريبا الا كليتي 100 غرام ديال الخيزو تقريبا في النهار كتعطيك تقريبا واحد 80% من الاحتياجات ديالكم فيتامين ا. تخيل معايا دونك احتياجات الجسم اليوميه من فيتامين ا تقدر تاخذها غير من الجزر بطريقه يوميه او لا تاخذ نهار ا وتنوع المصادر. كذلك في فيتامين سي اختي سميه. دونك في فيتامين سي وكذلك في فيتامين ك. فيتامين سي كتعرفوا انه كيلعب دور ديال مضاد الاكسده وفي نفس الوقت هو عباره عن واحد من محفزات جهاز المناعه ديالنا وكيلعب ليه حتى انه
تحفز لإنتاج الكولاجين بالنسبة للبشرة إتسيتيرا. وزيد على ذلك فيتامين ك اللي هو واحد من الفيتامينات المهمة المسؤولة على تخثر الدم، عندك يأثر بشكل مباشر على تخثر الدم. دونك كتكون هذه هي القيمة الغذائية باش تعرفوا أن خيزو ماشي هي ديك الحاجة اللي لونها برتقالي وكتكون عندنا في الدار وكنشريوها أغلبية الناس، وأنا كنضرب تجربة من عائلتي كتبقى في الثلاجة حتى كتلوى، دونك ما كنتناولوهاش بالكمية اللي كنتناولوها بها. الحمد لله متوفرة، ثمنها نسبيا ما كيكونش مرتفع، دونك خصها تدخل في النظام الغذائي بطريقة أكثر من الحالة العادية، خصوصا في هذه المرحلة اللي درجة الحرارة كتكون مرتفعة، وحنا غنشرحوا علاش فاش نهضروا على الفوائد. طيب ينصح أن نستهلكوه يوميا دكتور؟ علاش فاش كنقولوا الوتيره اللي كناكلوا بها زعما صحيح صحيح يتكال يوميا، حيت دابا الحاجه اللي مع صحيح دونك الحاجه دابا اللي حنا كي كنتناولوا غالبا الجزر في ثقافتنا كنتناولوا غالبا في كما كنقولوا في مريقه، دونك كنصاوبوه مريقه بالدجاج ايتيتها، دونك كيكون هذا هو الطريقه الوحيده اللي اغلب الاسر كيتناولوه بها. او الطريقه دافيه مقبلات هكا في الطبله كتنزل صحيح صحيح مشرمل، وكنسميوه حنايا كنقولوا خيزو مشرمل ايتيتها، كيتسلق واحد شويه وكنزيدوا ليه ايتيتها وكنديروه كما قلتي سايد ديشيز بلونغلي يعني اطباق جانبيه للطبق الرئيسي، ولكن الكميات اللي كتكون كتكون كميات قليله حيت ما كيكونش هو الطبق الرئيسي. وحتى فاش كنديروه مثلا في مريقه راه شحال كنديروا من خيزو، كنديروا ثلاثه ولا اربعه وكيتجمع عليه العائله، دونك فاش كتضرب الحساب انت براسك كتلقى راسك يلاه كليتي نص وحده تقريبا الى زعما الى كليتيها. الوغ بالتالي هذه الكميه كتكون قليله، داكشي علاش خصنا ندخلوه في السلطات، نقدروا ندخلوه مثلا في سلطه. فاش كنقول سلطه راني كنهضر على السلطه اللي كيكون فيها الخضر، وكنهضروا على واحد السلطه اختي سميه اللي كتكون كنا كنديروها حنا فاش كنا صغارين ومازال انا كنديرها في داري. الثنائي الجميل. الثنائي الجميل الله يعطيك الصحه. وعصير ليمون. الله يعطيك الصحه. يعني السلطات على قلبي، هذه الخلطه ديال الخيزو محكوك مع القريفه ومع الليمون، يا سلام. الله يعطيك الصحه. طيب دكتور. غادي نمشيو غير اسمح لي قطعتك معنا فاصل اعلاني، اختي سناء اشرتنا على فاصل اعلاني وبعد راجعين غادي نكملوا ان شاء الله بزاف ديال الاسرار حول الجزر، خليكم معنا مستمعينا منتبهين. جواب برنامجكم الاسري لاله فاطمه، مرحبا بكم معنا في اولى فقرتنا رفقه الدكتور لطفي الزهري اختصاصي في التغذيه وعلوم الرياضه. فوائد اسرار الجزر خيزو دكتور تفضل، بعد ما ذكرنا ذكريات الطفوله شوي. صحيح خصوصا الثنائي الجميل اللي شرحتيه اختي سميه، ولكن انا غنزيد نبدل شي شويه من داك الوصفه اللي كنا كنديروها في الصور. بلاص ما نديرو خيزو محكوك ونكبوا عليه عصير ديال البرتقال، من الافضل ان داك العصير البرتقال ما يكونش معصر. دونك كنا هضرنا على البرتقال واحد النهار وهضرنا فاش كنعصروا برتقاله، يعني فاش كنتعصروها اوتوماتيكمون حنا كناخذوا منها غير السكريات وشويه ديال الاملاح المعدنيه وفيتامينات، دونك كنضيعوا كما كنقولوا كنضيعوا عناصر غذائيه كثيره. انا كنقول لهم من الافضل ان ديك البرتقال يولي تطحن، يعني تشدها وتقشر البرتقاله وتطحنها باش انها تجي يبقاو فيها دوك الالياف الغذائيه ديالها اللي اصلا وقيمتها الغذائيه كتبقى مرتفعه، وعاد نزيدوا لها مثلا شويه ديال الخيزو محكوك. هاد لا كومبينيزون او هاد التخليطه ما بين جوج شحال هذه حنا كنا كنتناولوها باسكو كتجي زوينه وبنينه ايتيتها اوتوماتيكمون، راه هذاك الفيتامين سي اللي كاين في في البرتقال كيضاف على ديك لي بيتا كاروتين اللي غنشوفوها دابا اللي هي اللي مسؤوله على اللون البرتقالي، اوتوماتيكمون كتزيد تسرع عمليه الامتصاص وكتزيد تاثر ليها بشكل مباشر على البشره. دونك فاش كنقول البشره علاش الجزر هضرنا عليه في هذه المرحله هذه اختي سميه، باسكو دابا الناس كاين اللي غيبدا يمشي للبحر، كاين اللي غيبدا يمشي لابيسين، اوتوماتيكمون كاين اللي كيقلب على ان برونزاج، كاين اللي كيقلب على واحد اللون يوصل ليه مثلا يبدل شي شويه الجلده كما كنقولوا بين قوسين، دونك اوتوماتيكمون يقدر يبغي يتشمش ايتسيتيرا. دونك وتشماش فيه وفيه، دونك التشماش حنا كنعرفوا ان الشميشه فاش كتبقى في الجسميه شي حاجه اللي مهمه علاش فيها فيتامين دي ايتسيتيرا، وكتقدر تعطيك 30% من الاحتياجات اليوميه من فيتامين دي. وهاد الناس باش يفهموا كيفاش الشمس كتعطينا فيتامين دي هي ان تحت الجلده عندنا واحد الطبقه الناس كيتصنتوا لنا دابا، شد غير الشي جليده في يديك ايتسيتيرا وقيسها غتلقاها ان كاينه الجلده وتحت منها بحال كاينه شي سائل لزج كيخلي الجلده ديالك تتحرك بطريقه سلسه. هذاك الشيء اللي تحت الجلده هما عباره عن دهون، هذوك الدهون عندهم واحد الخاصيه هي انهم فاش كيتعرضوا لاشعه الشمس وكيطرا واحد التفاعل كيميائي هذوك الدهنيات كيتحولوا لفيتامين دي، وبالتالي كتكون استفدتي واحد 20% ولا 30% من فيتامين دي في اليوم بدون ما تناول عناصر غذائيه. وبالتالي هذه الفائده هذه الا طولنا في الشمس وبقينا مده زمنيه طويله كون متاكد ان الله يسر يقدروا يطراو لي تهيجات على مستوى الجلد او لا يكون سبب رئيسي في ظهور سرطانات ديال الجلد. داكشي علاش خص بنادم الشمس نتعاملوا معها بحذر.
شنو خصني ندير انا باللي الوقايه من هذا الشيء؟ حيت وليداتي صغار غنديهم للبحر ما يمكنش نربطهم ونبقى ندهنهم كل ساعه ونقول لهم لا راه الشمس راه ما غيفهموش وبالتالي غنبرزط لهم داك الخرجه اللي مخرجهم انا. كاينين طرق ديال الوقايه اختي سميه اللي هي ان في نظامهم الغذائي في هذه المرحله هذه ديال الصيف المرحله ديال العطله المرحله اللي غنمشي نشمش بزاف ندخل في النظام الغذائي ديالي لوليداتي كميات كبارين شويه من 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 من, من الجزر ومن الافضل انه يكون ما طايبش باش داك القيمه الغذائيه ديالو كنحافظ عليها وهذاك القيمه الغذائيه اوتوماتيكمون هذوك لي بيتا كاروتين وهذوك مضادات الاكسده هما نيت غيعاونوه دو ان انهم يحميوهم ديك الاشعه فوق بنفسجيه اللي غتاثر ليه على الخلايا الجلديه بطريقه سلبيه وفي نفس الوقت غتعطيه واحد كما كنقولوا واحد اللون اللي هو براسو ما غيتخلص منه بسرعه. حنا كنعرفوا ان وليداتنا كيدوزوا الصيف فاش كيجي يدخل المدرسه فهمتيني كيكون اللون ديال الجلد ديالو مثلا تبدل وكاين الوليدات اللي كيديرونجاو راك عارف الدراري بيناتهم كيبقاو شي كيشد في شي ايتترا الوغ فاش كنكون كندير هذه المراحل هذه وكنحمي الجلد ديالي اوتوماتيكمون كنرجع اللون ديالي بطريقه اسرع. وتا بالنسبه زعما الناس اللي زادولت الناس اللي كيقلبوا على واحد اللون خاص في بالنسبه للبرونزاج يعني تغيير داك اللون باشعه الشمس راه كيخرج فيهم واحد اللون بحال برتقالي شي شويه كما كنقولوا مغموق وبالتالي كيكون اللون اللي جميل ماشي داك اللون ديال الحريق ديال اللي كيكون بحال الجلده كتكون بحال تحرقات وكيبقى داك الجلده كتبدا تقشر ايتترا. داكشي علاش شوف التاثير المباشر الا كليت خيزو بطريقه يوميه في المراحل اللي كنكون مثلا كنتعرض لاشعه الشمس مرتفعه غتلاحظ ان اللون ديالك كيتبدل باش تعرف ان هناك تاثير مباشر على الخلايا الجلديه. داكشي علاش داك التاثير نقدر نردو تاثير ايجابي ونستافد من الخصائص الغذائيه اللي هضرنا عليها دابا. يعني استهلاكه يوميا دكتور ممكن يغير لي لون البشره ديالي في هذه الفتره ديال الصيف. صحيح ونعطيك حاجه واحده اخرى واخا مازال ما وصلناش نهضروا على الاخطار ولكن من المشاكل اللي يقدروا يطراو يعني فاش كنقولوا المشاكل يعني المحاذير ديال التناول. كاين واحد الحاله سميتها الكاروتينيميا. الوغ شنو هي الكاروتينيميا؟ دونك هي في الحاله فاش كنتناولوا كميات كبارين من العناصر الغذائيه اللي فيها واحد العنصر غذائي اللي هما لي بيتا كاروتين فاش كنتناول بزاف العناصر بشكل كبير فيهم بيتا كاروتين اوتوماتيكمون اللون ديال البشره ديالي بلا شمس بلا والو كيبدا يتبدل وكيبقى يمشي ليا البرتقالي ولا الاصفرار. دونك هي حاله ماشي خطيره. علاش حاله ماشي خطيره؟ حيت ان فوا كتنقص من هذوك لي بيتا كاروتين اوتوماتيكمون اللون ديال الجلد ديالك كيعاود يرجع للحاله الطبيعيه ديالو. داك غير باش تفهم ان هاد لي بيتا كاروتين وهاد القيمه الغذائيه اللي كاينه في الجزر راه تؤثر بشكل مباشر على الجلد ديالك وكون متاكد الى تم التناول ديالها بالكميه اللي خصك تتناولها كون متاكد انها غتستافد من خصائص غذائيه للبشره وكذلك للصحه حيت التاثير ماشي على البشره. حنا ربطناه مع البشره حيت حنا في فتره الصيف داكشي علاش البشره كتاثر بشكل كبير. باش يكون امتصاص جيد خصني نسجو مع شي عناصر اخرى باش يدير ديك القوه التحدي ولا غير هو بوحدو كافي؟ وايضا واش نطيبو ولا ناكلو خضر دكتور؟ صحيح دونك القادين نبداو بالسؤال بعدا واش نطيبو ولا ناكلو خضر. الوغ الفرق كاين عندنا واحد التصنيف اللي كنهضروا عليه ديما واللي هو المؤشر الجليسيمي الاندكس جليسيميك. هذا الاندكس جليسيميك هو مؤشر كنعتمدوا عليه وديما كنعاود هذا التعريف باش الناس اللي ما سمعوناش مره واحده اخرى يسمعونا اليوم. هذا المؤشر الجليسيمي هو واحد التصنيف كنعتمدوا عليه باش نرتبوا العناصر الغذائيه على حسب درجات بشحال السرعه باش كطلع ليا السكر في الدم. وغتلاحظوا ان كاينين عناصر غذائيه اللي ما كترفعش ليا السكر في الدم بطريقه سريعه وهما الخضر بشكل عام والجزر واحد منهم. الجزر مؤشر الجليسيمي ديالو منخفض ولكن فاش كيطيب فاش كيتسلق فاش كيدخل في الفران المهم فاش كيدوز درجه الحراره مؤشر الجليسيمي ديالو يقدر يدوز من 20 من 25 حتى ويطلع حتى ل 60 وبالتالي كيولي ارتفاع مؤشر الجليسيمي وهنا كيقدر يولي كيطلع لي نسبه السكر في الدم. بالنسبه للناس اللي مرضى السكري هما اللي كيكون عندهم هذا المشكل الهرموني ديال تنظيم نسبه السكر في الدم من الافضل انهم يتناولوه بالكميه اللي بغاو ولكن يكون طازج خضر يدخلوه في سلطات ياكلوه مع القضيه الليمون ولا البرتقال يقطعوه ويتناولوه كم سناك يعني كغوتي. انا راه كناكلو كنقطع ثلاثه دخيزويات وكنحطهم وانا جالس كنتفرج في التلفازه وكنتناولهم دونك بوحدهم بلا ما نضيف لهم حتى شي حاجه. هنا ما كيكون عنده حتى شي تاثير وبالعكس كيكون تاثير ايجابي. ولكن بالنسبه لهاد الناس هادو الا بغيت تناولو طايب من الافضل ان الكميه تكون قليله باش انها ما تطلعش لي نسبه السكر في الدم مرتفعه. هذا هي الحاله الوحيده اللي غنقدر نقول لك ياكل الخضر ويقلل من الخيزو اللي كيكون طايب. ولكن في الحاله العادية في جميع الناس اوتوماتيكمون يتناولوه بالطرق اللي بغاوها كتبقى بيان سيغ الطريقه الطازجه كتبقى هي احسن. علاش؟ باسكو قيمتها الغذائيه كتكون مرتفعه دونك ما داش في الحراره كيبقى محافظ عليها اختي سميه. دونك داكشي علاش نقدروا نتناولوه بطريقه يوميه. واش نضيفوا حوايج واحد اخرين؟ هو براسو عامر بالعناصر الغذائيه يعني عامر بالعناصر الغذائيه. من الافضل انني غير ما نتناولوش من مور الوجبات يعني ما نتناولش مثلا الوجبه ديال الغداء تاع عاد نجيب شي سلطه ولا شي حاجه ونديرها وهذا هو الغلط اللي كنا كنديروه في داك
الثنائي الجميل اللي هو البرتقال والجزر. علاش؟ باسكو اصلا فاش كنكونوا ديجا كلينا خبز مثلا وكلينا مثلا مريقه ايتيغا في الغداء ديالنا ولا فاش كنساليو عاد كنعطيوه شي حاجه اللي كتكون غنيه بالسكريات مثلا فيها برتقال وكذلك كما كنقولوا الجزر، اوتوماتيكمون هنا كندفعوا لنا الجهاز الهضمي ديال لانه يدير لنا تخمر، هنا غنقدر نحس بغازات ايتيغا وغنصعب عمليه الامتصاص. دونك من الافضل ان الجزر والفواكه ديما كنقولها يتم التناول ديالهم في اوقات خارج اوقات الوجبات الرئيسيه اختي سميه. طيب دكتور، نتكلموا شويه على الاشخاص اللي كيتسبب لهم مشاكل تناول خيزو بحكم مذاقه الحلو، وهنا كنشير الناس ديال السكري دكتور، لانه بزاف تيقول لك ما ناكلش خيزو حق حلو، الا يحدد شي صحيح واش ممكن نقدروا نلغيو او ناكلو باعتدال او شنو الطريقه؟ الوغ مرضى السكري ديما كنهضر عليها، مرضى السكري الا كان كيدير نظام غذائي صحي وكيدير نشاط بدني ديالو كيسمع الهضره ديال الطبيب وكياخذ الدواء ديالو ولا الانسولين في نفس الوقت، غيعيش انسان عادي ما فيه حتى شي مشكل، حيت باش ما نبقاوش غلطين. مرض السكري ولا النظام الغذائي اللي كنصاوبوه المرض السكري المريض السكري هو النظام الغذائي اللي كنصاوبوه لاي واحد باغي يكون بصحه جيده. دونك اللي عندهم شي مريض سكري في الدار ياكلوا معاه الماكله ديالو وياكلوا معاه بالطريقه اللي كيتناول بها الاغذيه ديالو، دونك غالبا كيكون كيتناول 3 ولا 4 الوجبات، كلوا مع داك 3 و4 وجبات كون متاكد انك انت غتولي بصحه جيده واخا ما فيكش مرض السكري. المشكل عند مرض السكري هي فاش هو ما كيبغيش يتبع نظام غذائي صحي، وهنا كيوليو عنده مشاكل صحيه. اما هو الا كان كيتبع ومجتهد ومقاد اموره حتى حاجه ممنوعه عليه، حتى الدلاح اللي هضرنا عليه وقلنا حتى هو فيه مؤشر غليسيمي مرتفع حتى هو يقدر يذوق منه ويتناول منه كميات اللي صغيره، بيان سيغ ما ياكلش دلاحه ولكن حتى هو يقدر ياكل طريف ديال الدلاح بطريقه يوميه ما فيهاش مشكل. لا ميم شوز بالنسبه للخيزو، الجزر طايب ولا ما طايبش يقدر يتناوله مريض السكري الا كان نظام السكر في الدم ديالو منتظم، ولكن الحاله الا كان مشى عبر دار الخزان ولقى 14، دونك فاش كنقولوا 14 13 11 هذه الحاله راه انسان كيقلب على الله يستر شي سكته قلبيه، كيقلب على شي مشكل في الكليه انها تسكت ليه، في العينين مشاكل جنسيه، لو بي ديابيتيك الى تجرح الله يستر في رجليه تيتقى بغا يبراش، دونك هنا اوتوماتيكمون كاع داكشي اللي كيكون كيقدر يرفع نسبه السكر في الدم، منها مثلا الجزر طايب، الجزر اللي كيكون ديجا حضرناه طايب اوتوماتيكمون هنا من الافضل خصو ينقص من الكميه ديالو او لا يتجنبه، ولكن الجزر اللي كيكون اخضر يقدر يتناولوه سواء نسبه السكر في الدم مقاده سواء نسبه السكر غير مقاده، وبيني وبينكم الجزر يقدر يعاونوا انه ينظم نسبه السكر في الدم ديالو. علاش؟ باسكو اوتوماتيكمون فيه توا الياف غذائيه، حتى هو اوتوماتيكمون يقدر الى تناولوا بجانب مثلا واحد العنصر غذائي اخر اللي هو خاف منه لا يطلع عليه نسبه السكر في الدم، تعاونوا انها تكبح مرور داك السكريات ولا الجليكوز من المعي الدقيق كما كنقولوا للدم. وبين قوسين نرجع نعاود نقولها، مريض سكري يقدر يعيش عادي بدون حتى شي مشكل الى تبع ثلاثه الحويجات، النشاط البدني ديالو بطريقه مستمره، ياخذ الدواء ديالو ولا الانسولين ديالو على حسب شنو عطيه الطبيب، وثالث حاجه هو الماكله ديالو. فاش كنقولوا الماكله كنهضروا اون كونتيتي اي اون كاليتي، كنهضروا على الكميه والكيفيه، وحتى التوقيت كيلعب دور، حيت التوقيت ديال الماكله ديالو خاصها تاخذ بعين الاعتبار التوقيت ديال اخذ الادويه ديالو. اذا هنا الكميه اللي كتلعب بالفارق ياك دكتور، فالواحد ياخذ كميه معقوله وبالتالي ما يحرمش نفسه من هذه الفوائد. نتكلموا ايضا على فكره ديال المحاذير، خصوصا انه كنعرفوا انه الخيزو شويه كيقبط، يعني تيقول لك الناس اللي عندهم القبط او اللي عندهم امساك يقلوا شويه من خيزو، الى اي حد هادشي ممكن صحيح انه اللي كثرنا منه كيدير لنا هاد المشاكل دكتور؟ وهي صراحه اخت سميه هي صراحه راه العكس، دونك العكس، دونك في الحاله فاش كيكون عندنا صحيح الحاجه فاش كيكون عندنا امساك، والامساك كما كنقول لكم الامساك الا جاك شي مره ودام يومين عادي، دونك كاين طرق وهضرنا عليهم، مثلا تشرب قهوه على معده فارغه، تقدر تناول مثلا خيزو خضر واحد جوج ديال الخيزوات تقشرهم مزيان تناولهم حتى هما يقدروا يحركوا لك المسرنات وتخلص داك القبض، ولكن الا كان القبض كيجيك بتار كان مستمر يعني واحد جوج مرات في الاسبوع، ضروري خصنا نمشيو نشوفوا الطبيب باش نعرفوا اكزاكتومون شنو هو المشكل، يقدر يكون بروبليم فونكسيونيل يعني غير الامعاء ديالك ما خدامينش مزيان، وهذه حاله اللي كتكون عند الناس. تقدر تكون نظامك الغذائي يفتقر الماء ولا يفتقر كما كنقولوا الالياف الغذائيه، دونك خصك تعرف الحاجه منين جايه، حيت الامساك ولا كلما طول فيك كلما الله يسر كيكون كما كنقولوا كيدير لنا احتمال كبير ان المشكل يتطور ويؤدي لنا المشاكل على مستوى ذاك القولون، يعني ذاك الجدار
الانهيار ديال المعي الغليظ وبالتالي الله يسر قضاء الطرف في تشققات. داكشي علاش من الافضل وعاد زيد البواسير ايتي تاع داكشي علاش هاد الامساك ما نبقاوش نتفلاو معاه الله يجازيكم بخير. الوغ فاش كنقولوا الجزر، الجزر ما عندوش تاثير سلبي على الامساك، بالعكس انه حتى هو يقدر يحرك لك المعده. علاش؟ باسكو اوتوماتيكمون فيه الياف غذائيه، وهاد الالياف غذائيه اوتوماتيكمون كتمشي كتعاول لسكون ابيل لو ترانزي انتستينال، يعني المرور ديال العناصر الغذائيه على مستوى الانبوب الهضمي، وبالتالي تخلص من دوك الفضلات. وبيان سور كاين سي ان كاب باركا، حاله بحاله الجهاز الهضمي يختلف من انسان الى اخر. طيب دكتور، شكرا جزيلا صراحه دكتور على كم المعلومات. اذا كان هناك اضافات غادي نحاولوا نكملوا حديثنا بعد فاصل اعلاني تمام العشره، ومن بعد راجعين. خليكم معنا مستمعينا. معكم مستمعينا، تحيه كبيره اكيد للمتتبعين ديالنا الاوفياء والعزاز. ناس يالله التحقوا بنا، حنا في اولى فقرتنا دائما كجرت العاده انه كيكون حاضر معنا الدكتور لطفي صغاري، اختصاصي في التغذيه وعلوم الرياضه. كل يوم موضوع جديد، نصائح ومعلومات كتحسن سلوكنا الغذائي، وتنتعرفوا الحمد لله على خيرات يعني الله اللي سبحانه وتعالى حبانا بها وعطاها لنا باش نستفدوا منها. اليوم اختارينا نتكلموا على خيزو ياك دكتور. الحمد لله اللي متوفر طول السنه، تشجيعا انه باش ناكلوه دائما ونتفكروه لانه موجود وكاين باثمنه معقوله. فقط غير التنويع الغذائي بالنسبه للاطفال، امتى نقدروا نبداو ندخلوا دكتور خيزو بالنسبه لوليداتنا؟ كيظهر لي من بين الخضار اللي كنزعموا نعطيهم الاطفال مازالين صغار رطع. صحيح اختي سميه، دونك من 6 اشهر، دونك من 6 شهور الاولى اوتوماتيكمون نقدروا نبداو نعطيوهم الجزر. غير هما كما كنقولوا ديما نبداو بكميات صغارين ونتيستيو لا توليرونس كما كنقولوا، نبقاو نعطيوهم بشويه بشويه. من الافضل اننا ما نطحنوش، دونك هذه الحاجه هذه راه نقدروا نهضروا على جميع العناصر الغذائيه اللي كنفكروا اننا ندخلوا من وليداتنا ما بين 4 شهور ولا 6 شهور، ولكن غالبا من الافضل حتى 6 شهور. دونك ما نطحنوش، دونك ما نطحنوش العناصر الغذائيه. مثلا غنعطيه بطاطا، غنعطيه خيزو ايتترا، ما نطحنهمش. دونك شنو لهم يتسلقوا مزيان ولا يتفوروا مزيان ونمعسهم. علاش؟ باش نحافظ على داك القوام ديال العناصر الغذائيه، وهذاك القوام كيحافظ على القيمه الغذائيه، وفي نفس الوقت اختي سميه هو لو بيبي يعني الوليد الصغير ولا البنيته، دونك كيبدا يحس انه كيتناول عناصر صلبه يعني اغذيه صلبه، وبالتالي جهازه الهضمي كيبدا يولفها وكيبدا يتاقلم معها. اذا بقيت ديما كنطحن ليه كون متاكد انه غيولف داك القوام السائل، وهنا في هذه الحاله غتلقى معاه مشكل فاش تبغي تدخل ليه عناصر غذائيه اخرى اللي غتكون اكثر سلامة. طيب دكتور، يعني هو منافعه كثيرة الحمد لله، صالح للذات ديالنا أكلا، وكذلك موضوعيا كماسكات وأقنعة للبشرة والشعر، فتحسن من لونة كيف قلنا ديال المظهر ديالهم. فنتمنوا أنه نشجعوا المستمعين ديالنا يستهلكوه أكثر من المألوف، وهكذا تعم الفائدة والنصيحة لجميع المغاربة اللي كيسموا معنا. هل من إضافة ولا فقط صحيح تي سميه؟ نزيد واحد الاضافه لكن ممكن هضرنا على زيت، هضرنا على زيت الجزر. دونك زيت الجزر الا درتيه في الظل، يعني درتيه في ظهرك، درتيه في مثلا في الوجه ديالك ايتترا، ولا في بعض المناطق ديال الجسم ديالك، راه هو عباره عن زيت يفتح البشره، دونك كيبيض بهذا المعنى. ولكن في وسط دارك، ولكن الا مشيتي درتي زيت ديال الجزر وخرجتي به اوتوماتيكمون هي واحد من الزيوت اللي كتسمر يعني كتجر الشمس، وبالتالي كتغير اللون. داكشي علاش خصنا نحضيو معاه. دونك الا كنت غنعتمد عليه باش انه يفتح لي مناطق على مستوى الجسم ديالي مثلا في البشره ايتترا، اوتوماتيكمون خصنا نديرو في داري وما تكونش داخله اشعه الشمس وما تقيسنيش، حيت دغيا كيشد الشمس. والا بغيت كان الهدف ديالي هو انني نشد الشمس، راه كتبقى من احسن الحويجات اللي نقدر نستعملهم ومن احسن الزيوت الاختصميه انني نستعملهم الا كنت باغا كما كنقولوا نمشي نشمشي شويه ونشدو ونغير اللون، او لا اوكي تسمى اوموجينيزي لا كولور، يعني مثلا نردها في واحد توحيد اللون. فوالا يعني كيبقى من الخيارات الجميله في هاد الشهور ديال الصيف. شكرا جزيلا دكتور صراحه على اختياراتك الجميله، وموعدنا يتجدد غدا باذن الله في نفس الفقره في نفس الموعد. مستمعينا الاعزاء زعما كنتمنى لكم متابعه ممتعه، ونتمنوا تطبقوا نصائح ديال الدكتور لطفي صغاري وتردوا لنا الخبر. غنديروا تحدي اكل الجزر يوميا نشوفوا البشره شنو غتكون فيها. فسلامي اكيد لك دكتور، وان شاء الله موعدنا يتجدد غدا. احنا غادي نشوف فاصل